من سنين طويلة عملت نظرية اسمها بره الخط، وسجلتها عند أصدقائي وصديقاتي باسمي، نظريتي. تخيلت يعني إن في خط في الدنيا بيفصل بيني، يعني الخط ده الناحية دي أنا لوحدي، والناحية التانية فيها بقى الناس والأحداث والشوارع والمشاكل فأنا عايزة أشكرك يا دكتور عمرو، لأنك أنا كنت جوه الخط مع نفسي بقالي سنين. أنت جيت في وقت أكيد ربنا أراد إنك تكون سبب في إن أنا أطلع بره الخط وأجيلكوا تاني. أنا لما اتفرجت على الحلقة اللي أنت استضفتني فيها مشكورا، لقيتك بتترجاني إن أنا أرجع للتمثيل. وبعدين لما قريت التعليقات على الحلقة الرائعة اللي أنت عملتها وإزاي أنت كنت صادق، فطلعت مني كل الكلام بشكل تلقائي. لقيت تعليقات أنا اتخضيت، أنا مكنتش متخيلة بصراحة إن الناس لسه فاكراني قوي كده، لسه بيحبوني قوي كده، لسه عايزيني معاهم قوي كده. فلقيت نفسي النهاردة بكلمك وبقولك أنا هرجع للتمثيل. ما كانش قرار سهل، بس أنت فتحت باب غرفة القرارات ورحت منور نور. اللي حاول قبل كده غيرك، أحمد ابني وعمر وصديقاتي وأصدقاء كتير قالوا لي ارجعي سمية ارجعي، وأنا كنت أقول لهم ماشي يعني لما ربنا يريد. ربنا أراد على إيديك. أولا بشكرك على الحلقة اللي أنت كنت هايل فيها، وبشكرك إنك اديتني الفرصة دي. حضرتك تابعتي السوشيال ميديا وشفتي رد فعل الجمهور وشفتي الجدل اللي أحدثته الحلقة على نطاق واسع وبشكل ملحوظ، إيه أكتر حاجة استفزتك اتكتبت بعد الحلقة دي أو ضايقتك؟ لا مفيش حاجة استفزتني ومفيش حاجة ضايقتني، أنا بس كنت بضحك لما شفت التحيز بتاع الرجال في صفي، وإنهم يعني بقوا يتمنوا إن كل ستات مصر يتسامحوا كده ويفكروا كده، وإزاي الستات رفضوا الفكرة دي، فكرة التسامح المستمر لسنوات. بس أنا عذراهم، أنا عذرا الستات، لأن هو طبعا الخيانة حاجة يعني بتسيب أثر عميق ومش حلو، أثر مش حلو جوه الست. بس الحقيقة يمكن أنا بعتبر إن أنا وفاروق كنا حالة يعني خاصة شوية، لأن إحنا ما كناش مجرد رجل وامرأة، زوج وزوجته، إحنا كنا أكبر من كده بكتير. عشان كده يعني قصة الزواج والخيانة ما كانتش واخدة حيز من حياتنا كبير، أو من حياتي أنا كمان بالتحديد. يعني أنا كنت فاروق بالنسبة لي حاجة أكبر من إني أتهمه بالخيانة، حتى لو كان بيخوني كنت بعمل نفسي مش عارفة عشان أحافظ عليه على قد ما أقدر، وأحافظ على بيتي وعلى أولادي. هي دي أنا، أنا تربيت كده، أمي ربتني كده. فأنا بطلبش من الستات انهم يسامحوا في الخيانة خالص، كل واحدة ليها ظروفها وكل واحدة تقدر تشوف ايه المناسب ليها وايه اللي مش مناسب. انا مش بشجع حد على انه يخون مراته، بالعكس انا بعشق الاخلاص وبقدره جدا، ونفسي كل الرجالة ما يخونوش مراتهم، لانه فعلا احساس مش حلو. لكن هي دي أنا قدرت أتسامح. حضرتك كنت تتوقعي رد الفعل